اهلا بجميع مشاهدينا الكرام، نمضي ونتواصل معكم على الهواء. مرحبا مصطفى عيدروس، اهلا بك. اهلا بكم الزملاء حذيفه وحسام، والتحيه لكل مشاهدي قناه الشرق. انا حمزه، والتحيه لحذيفه. اهلا وسهلا مصطفى. بدايه بهذا الخبر، لقاء الرئيس مجلس السياده البرهان للحديث عن تاهيل المرافق والملاعب أو للسادات، خاصة شيخ للسادات الساد الخرطوم. كيف تنظر لهذه الخطوة وهذا الاهتمام من الدولة يعني؟ نعم، يعني بالأمس كان في لقاء لرئيس مجلس السيادة مع اتحاد الكرة بطلب من اتحاد الكرة، لقاء وفد من اتحاد الكرة بقيادة البروفيسور كمال شداد وقادة الاتحاد. يمكن اللقاء ده كان ضروري بسبب يعني يمكن المطالبات المستمرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحسين وضعية الملاعب في السودان، خاصة ملعب استاد الخرطوم اللي بيعتبر الاستاد القومي بالنسبه للمنتخبات المختلفه، منتخب الاول، منتخب الاولمبي، منتخب الشباب. وصلت عده تحذيرات من الاتحاد الدولي، فكان لابد من تحرك سريع من قبل اتحاد الكره. دي كان اهم الموضوعات اللي تطرق لها اللقاء مع رئيس المجلس السيادي، فده كان مهم جدا على اعتبار انه المنتخب ممكن يكون مهدد باللعب بخارجيه. المنتخب الاول لازم يكون يلعب في ملعب مهيئ كده، بالاضافه للمرافق المختلفه، استاد هلال، استاد المريخ. معظم الملاعب الكبيره وصلت عليها ملاحظات سواء من قبل الاتحاد الدولي سواء من قبل الاتحاد الافريقي في مباريات الافريقيه. فدي يعني ممكن نقول في النهايه دي واجب الدوله، يعني الاهتمام بالمرافق الرياضيه لانها بتنعكس في النهايه على سمعه السودان الرياضيه. نعم، نذهب الى الهلال ومحورين في الهلال. المدرب الجديد، خلينا نخليهم ثلاثة باثنين. المدرب الجديد، والمحور الثاني موضوع التسجيلات بما في ذلك المحترفين طبعا، هذه عليها عدد من الخطوط. أيضا مجلس الهلال يفتح أبواب النادي للأعضاء. نعم، يعني أصدر كان مجلس إدارة نادي الهلال بفتح أبواب النادي للأعضاء بعد غياب طويل جدا. يمكن كان في جدل كبير جدا حول هذه المسألة. ابواب نادي الهلال ظلت مغلقه لسنوات امام الاعضاء. ممكن نقول انه يعني انديتنا في السودان الهلال والمريخ يعني ما عندها نشاط كبير في الانديه، على عكس الانديه الكبيره من حولنا، واقرب مثال لنا الاهلي والزمالك، بيكونوا اعضاء بالالاف، بيتلقوا يعني الخدمات مقابل الاشتراكات الضخمه. يعني هم الجماهير مورد، رواد الانديه مورد اساسي من موارد الانديه ودعم الانديه. الانديه بتعتمد في تسيير شؤون العضويه الكبيره، الجمعيات العموميه الكبيره اللي بتعتبر بالالاف. فانا اعتقد يعني رغم حاله الجدل الكبيره الاداريه في الهلال والشد والجذب ما بين مؤيدين للمجلس ما بين معارضين للمجلس، جاءت هذه الخطوه لتمثل يمكن بعض من محاولات مجلس الهلال لتقليل حاله الانتقاد الكبيره في الشان الهلالي. بخصوص ملف التدريب، يمكن يقترب كثيرا المدرب المصري حماد الصدقي من تولي مهمه تدريب الهلال. يمكن كان عنده تصريحات خلال اليومين السابقين انه تبقت بعض التفاصيل البسيطه، يمكن ان يكون في الخرطوم يوم الاثنين القادم لتولي المهمه رسميا. اكد ايضا انه البرينس هو اساسي معه في الجهاز الفني. ايوه، يعني يمكن دي واحده من كان الاشياء المهمه اللي تطرق لها حماد الصدقي، انه هيثم مصطفى المدرب العام سيكون موجود في الهلال. هو يمكن يستعين بطاقم مصري في حال اكتمل الاتفاق الرسمي، يعني مدرب حراسه ومعيد بدني او كده. أنا ما شايف إنه الأهم هو تعاقد الهلال مع حماد الصدقي، الأهم هل سيستمر حماد الصدقي أم سيكون مصيره مثل مصير الأسماء التي سبقته من قبل. ويمكن كان عنده تجربة مع مواطنه طارق العشري ما استمر كثير. طارق العشري في النهاية صرح إنه في تدخلات إدارية كبيرة في الهلال أجبرته على الرحيل من النادي. يعني ف 28 مدرب مروا على الهلال في المرحلة السابقة، فده الطبيعي، السؤال الطبيعي بقى عند جماهير الهلال، هل متى سيستمر؟ هل الكميه الفتره الزمنيه حتستمر فيها مدرب الهلال الجديد؟ يعني كل الشارع الهلالي بيتخوف من انه ممكن يسمع اليوم تم التعاقد مع مدرب جديد بعد ثلاثة أربع مباريات بيرحل نفس المدرب بشكل سريع. ف على الاقل نتمنى انه يكون في استفاده من الدروس السابقه في الاستعجال في اصدار قرارات تجاه المدربين في نادي الهلال، خاصه انه الفريق بمرحله مهمه يعني في الفتره المقبله على مستوى دوري ابطال افريقيا، بتنتظر مباراه كبيره امام النجم الساحلي. الاستقرار في الجهاز الفني هو الاساس بالنسبه لكل مدرب، بعيد عن الضغوطات، بعيدا عن التعجل في اصدار القرارات.
اها مصطفى، يعني حماد الصدقي تولى المباراه القادمه، مباراه الهلال الافريقيه مع النجم الساحلي، لكن لو اذا كان الحديث عن التدخلات الاداريه، كثير جدا من المدربين الذين خرجوا من انديه عديده بسبب التدخلات حتى في تشكيله المباراه، ومن خلال التصريحات عرفنا انه حماد الصدقي هو لا يرضى ان يتدخل احد في تشكيلته، خاصه من تجربته المصريه مع نادي سموحه او غيرها من الانديه. فما المطلوب برضه من جهاز او مجلس نادي الهلال مع التعامل مع المدربين يعني في المرحله؟ اكيد يمكن ده تصريح طبيعي لاي مدرب، حيصرح انه هو ما بيقبل اي تدخلات، هو المسؤول الاول عن 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 شكل عن شكل الفريق، عن اختيار اللاعبين الجدد، عن اختيار التشكيله، عن الاحلال والابدال في ظهور الفريق، فهو ده الطبيعي. من المفترض عدم التدخل الاداري في شؤون المدرب، في النهايه المدرب عليه المسؤوليه الكامله، يعني انت ما ممكن على الاقل تدي المدرب فرصه نصف دوره على الاقل في الدوري المحلي، اذا او على الاقل عدد كبير من طوال المباريات بيشارك فيها الفريق على المستوى الافريقي. يمكن مباراه النجم الساحلي هي قريبه يوم 27، ف يعني بشكل عام ما ممكن هو حيكون متحمل المسؤوليه بشكل كبير في الفتره دي، حتى اذا كان هو من يعني يمكن مصر قريبه لنا، لكن ما اعتقد انه حيكون متابع للدوري السوداني بشكل كبير، ان ربما يتابع تسجيلات الهلال في المباريات السابقه وكده، يتعرف بشكل عام على الفريق. في النهايه النجم الساحلي ما حيكون فريق مشغول بالنسبه لحماد الصدقي في حال تولي المهمه، فانا بعتقد برضه يعني يمكن مباراه النجم الساحلي في حال حماد الصدقي كان بيشرف على المباراه دي هتشكل الاختبار الاول له، يا اما كان المردود سلبي، التعليقات السلبيه في الشارع الهلالي، او بشكل ايجابي في حال نجح الهلال في تحقيق نتيجه ايجابيه تحت قياده المدير الفني المصري الجديد. نعم. طيب حتى نمضي سريعا للمحترفين واستعداد لمباراه الهلال وهلال الابيض. يمكن بلمسه باليوم في خبر صحيفه الهلال عن اتجاه الهلال التعاقد مع الكونغولي جونيور ماكوبو لاعب الشرطه العراقي ووادي دجله المصري السابق. يمكن اللاعب عنده عده تجارب في 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 الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه تقريبا في الدوري الفرنسي، كانت عنده تجربه في الدوري الصيني، كانت عنده تجربه 2016 مع وادي دجله المصري، يمكن عنده هدف شهير في شباك الاهلي في المباراه اللي كان فاز فيها وادي دجله على الاهلي، هو كان الفوز الوحيد لوادي دجله على الاهلي، رحل بعدها الى صفوف الشرطه العراقي. اللاعب يبلغ من الكونغولي بيبلغ من العمر 28 عام، فانا زي ما تكلمت في النقطه بتاعت التدريب برضه حتكلم نفس يمكن نفس الاتجاه في النقطه بتاعت المحترفين، يعني طوال المحترفين في الفتره السابقه يعني ما قدموا مستويات مقنعه. انا شخصيا بعتبر انه سادومبا هو اخر محترف حقيقي مر على الهلال، جاء بعده يعني يمكن عشرات المحترفين لم ينجحوا في ترك بصمه، بعض المحترفين ذهبوا حتى دون ان تحفظ الجماهير اسمائهم يعني، فعلى الاقل نتمنى يعني. وهناك كمان لم نراه في مباراه رسميه حقيقيه كشهاب بنفرج، يعني مثال اخير اكيد شهاب، المحترفين العرب التوانسه الجزائريين رحلوا بدون حتى انه يشاركوا مع الفريق بشكل كافي، ف يعني رغم حاله عدم التفاعل الكبيره في الشارع الهلالي في ملف المحترفين، نتمنى يعني انه يكون في اسم جديد ينجح في ترك بصمته في تشكيله الفريق. طيب نذهب ايضا الى مباراه في الدوري الممتاز، المريخ والامل العطبره، خاصة أن المريخ متصدر للدوري والأمل يريد أن يبقى في الدوري بنقاط إضافية حتى أنه يقترب من الصدارة. خلينا نشوف عموما قراءتك في ملف الفريقين كيف. طيب قبل دي عشان حي العرب وجماهير حي العرب ومريخ الفاشل ما يزعلوا من صباح الشروق، بلمس جرت مباراتان، حي العرب استطاع الفوز على أهلي مريخ بهدفين دون رد، يمكن ده هدف فوز مهم جدا كان بالنسبه لحي العرب، رفع رصيده الى 27 نقطه، حي العرب بواصل الصعود. يمكن انا في 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 الحلقه السابقه اشدت بفريق حي العرب اللي بواصل التالق بشكل كبير جدا تحت قياده يمكن اصغر مدير فني في بطوله الدوري الممتاز نادر عثمان، مدير فني شاب نجح في قياده حي العرب، استلم الفريق 3 نقاط، حاليا حي العرب عنده 27 نقطه، ففي العجاله دي نشيد بفريق حي العرب وصعوده المستمر في ترتيب الدوري. فريق مريخ الفاشل ايضا واصل العروض القويه، حقق الفوز بثلاث اهداف دون مقابل في بالامس على فريق الرابطه كوستي، ارتفع برصيده الى 23 نقطه، ايضا مريخ الفاشل واحد من الفرق بيستحق التحيه، بتقدمه بشكل كبير. بالنسبه لمباراه المريخ والامل العطبره اللي حتكون على ملعب عطبره باذن الله يوم الاحد، دي حتكون طبعا قمه مباريات الجوله ال15، الامل العطبره طبعا حاليا الحصان الاسود لمسابقه الدوري الممتاز، المريخ واصل انتصاراته في المباريات السابقه، يمكن اهميه هذه المباراه بالنسبه للامل بالنسبه للجماهير انها حتقود في حال تحقيق الامل للفوز انها حتقود الفريق
مباشرة للتقدم لصدارة ترتيب الدوري الممتاز، فدي بتزيد من أهمية المباراة وبتزيد من صعوبتها في نفس الوقت بالنسبة للمريخ. يمكن كل جماهير المريخ بتعتبر مباراة الأمل بالذات هي يمكن عنوان البطولة بالنسبة للمريخ والحفاظ على اللقب في الموسم الحالي. فيعني الجميع هيكون في حالة ترقب لهذه المباراة، اللي أنا شخصيا بتوقع لها أنها تكون من أمتع المباريات وأقواها حتى الآن في القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز. نعم، نذهب ونفتح ملف البطولات العالمية ونبدأ ب يعني يوم غدا يوم حافل جدا بالمباريات المهمة، ونتساءل عن أجواء الكلاسيكو. نعم، يعني يمكن الحديث يزيد يوما بعد يوم عن مباراة الكلاس المقبلة المحدد لها يوم 18 ديسمبر المقبل. يمكن غدا حيكون في اختبارات بالنسبة لبرشلونة بالنسبة لريال مدريد في الدوري. فريقين طبعا بيتساووا في الترتيب بيتساووا في النقاط، لكن برشلونة يتفوق بفارق الأهداف. ريال سوسيداد حيستقبل ريال مدريد في يمكن مباراة حتكون مهمة جدا بالنسبة للريال، حيحاول يحقق فيها الفوز عشان يدخل مباراة الكلاسيكو بروح معنوية عالية. في يمكن بعض الحديث عن مخاوف من إقامة لقاء الكلاسيكو يوم 18 بسبب بعض الاضطرابات الأمنية في مقاطعة كاتالونيا، لكن إدارة برشلونة يعني أكدت أنها بحريصة على أن يقام الكلاسيكو في أجواء هادئة. أيضا كانت بعض التقارير الصحفية تحدثت عن تخوف الريال من هذه المباراة وتلميح لأنه الريال ممكن يعني ما يخوض الكلاسيكو في حال أنه حس بأي مضايقات أو أي خطر على لاعبي الفريق عنده وصوله لمقاطعة كاتالونيا. فيمكن كل جماهير الكرة حول العالم بتتمنى انه ما يكون في اي نوع من المهددات الامنيه لهذه المباراه، دائما كل العالم في كل موسم بينتظرها. طيب مصطفى، سريعا كذا، كاس العالم للانديه، قراءتك في يعني هذا الدور؟ غدا ان شاء الله حتكون في مباراتين قمه عربيه بينتظر الشارع العربي بين الهلال السعودي والترجي التونسي، بطل اسيا وبطل افريقيا، قمه افرواسيويه كل الجميع بيترقبها، مباراه قويه جدا بين الفريقين. يمكن الارقام بتنحاز للترجي، الفريقين التقوا من قبل في خمسة مباريات في مختلف المناسبات، كان الفوز فيها مرتين بالنسبة للترجي، فوز وحيد للهلال السعودي والتعادل في مباراتين. فأنا بعتقد يعني أن مباراة لا تخلو من كل عوامل الإثارة والتشويق بالنظر للقيمة العالية للفريقين، بالنظر للقيمة العالية لكل المحترفين الأجانب بدمون. يمكن الترجي حيحاول يعني يستفيد من الدرس في المشاركة السابقة في كأس العالم للأندية، كان خسر بنتيجة ثقيلة أمام العين الإماراتي بثلاث أهداف دون مقابل. ربما الاختلاف يعني يمكن كان مباراة على ملعب العين، لكن أكيد الهلال والترجي فريقين عربيين كبيرين، ايا كان الفائز نتمنى للفرق العربيه التوفيق. المباراه الثانيه حتكون بين مونتيري المكسيكي والسد القطري. السد القطري بيتسلح بعامل الارض والجمهور في مباراه الغد، هيحاول انه ايضا بعد الفوز في المباراه الاولى والتاهل هيحاول انه يحقق الفوز في هذه المباراه والتقدم في انتظار هيكون يتعرف على الفائز من مباراه الهلال والترجي، الفائز هيقابل السد القطري. نعم، السد هي مباريات الطريق الى ليفربول و فلامينغو البرازيلي في دوري الأربعة. أكيد يمكن كل الترشيحات بتنصب طبعا نحو ليفربول، يعني على حساب العراقة والتاريخ، ليفربول هو بطل دوري أبطال أوروبا حاليا من الفرق الثابتة فنيا على مستوى المباريات اللي بتقدمها. نعم، سواء في دوري أبطال أوروبا سواء في الدوري الإنجليزي. فأنا شخصيا بتوقع أنه فلامينغو يفجر مفاجأة ربما ومع خيسوس مدرب الهلال الأسبق. شكرا مصطفى. أكيد، شكرا جزيلا، مقدر جدا، كتر خيرك حسام. نعم، كتر خيرك يا حمزة، كتر خير كل مشاهدينا. وصلنا للنهاية، تقبلوا تحية فريق العمل لهذا اليوم. شكرا جزيلا، حتى الملتقى في رعاية الرحيم.